انا سمعت ان السفراج اللي عندك الحرامي اعتدى عليه. اللي دخل الشقه عارف عني حاجات كتير، عارف ان السفراج هو اللي بيروح وان حامد هو اللي بيبات، وعارف كمان ان انا بشيل الحاجات المهمه بتاعتي فيه. انا صحيح لما دخلت الشقه لقيتها مقلوبه، لكن واضح انه عمل كده عشان الحاجات تبان انها سرقه عاديه يعني. وانت لسه شاكك هو مين؟ انا بلغت البوليس، لكن بعد ما شفت الصور اللي انت بعتها لي لغيت البلاغ تاني، انا مش ناقصين فضايح. على فكره سامح الصرفي جالي المكتب واخد الفلاشه. ياه للدرجه دي؟ وانت ما كنتش شايل منها نسخه تانية عندك ولا ايه؟ كنت شايل اربع نسخ، بس ابن الهرمه خد كل الهاردات اللي في المكتب وكان عليها النسخ، وبلاوي تانية ممكن توديني في 60 داهية. انت ناوي تكمل؟ بعد اللي بيحصل ده انا لازم اتمسك اكتر بالقضيه. الولد سامح الصرفي ده لازم يتربى، لازم يعرف ان شغل العصابات ده ما ينفعش معايا انا. طب يا استاذ بالنسبه لي مش فاهم. يعني انت وافقت ان انا ادخل في القضيه عشان الدليل اللي كان معايا، انما دلوقتي انا مجرد محامي تاني، هفيدك بايه؟ ادخل. صباح الخير. صباح النور. اهلا، اتفضلي. ايه قطعت كلامك ولا ايه؟ لا لا ابدا، مش حاجه. حكيت له على اللي حصل؟ ايوه. تفتكر ان سامح اللي عمل كده؟ اللي دخل الشقه عندي واضح انه ما عرفش عني حاجات كتير، لان في حاجات كتير اتسرقت تانية، بس برضه في احتمال انه يبقى سامح. لكن نستنى شويه، بلاش نسبق الاحداث دلوقتي. ما هو انت لو شاكك في سامح ما ينفعش نبلغ. ليه؟ يعني موكل عندنا ومش عاوزين نخش معاه في مشاكل. والله الحقيقه انا كنت عايز انسحب من القضيه، وحتى صلاح كمان كان جاي عشان يعتذر ومصمم مش عارف ليه. في الحقيقه انا اتشغلت في حاجات تانية يعني، وحاسس ان انا مش حدي في القضيه دي بضمير. بس خلينا نفكر مره تانية. حبيبتي انت شايفه ايه؟ استمر في القضيه ولا انسحب منها؟ انا رايي من رايك يا حبيبي، وايا كان الاختيار اللي انت هتختاره أنا متأكدة إن هو اللي هيكون الصح. وعشان الكلمتين دول أنا لازم أتمسك بالقضية أكتر. طيب بص بقى، بمناسبة الاختيار، إيه رأيك دي ولا دي؟ إيه ده؟ دي الانفيتيشنز بتاعت الحفلة. شيرين أنت فيها ولا فيها يا حبيبتي؟ ما يا حبيبي لو اللي حصل ده خلانا نغير مشاريعنا يبقى بوظ لنا حياتنا فعلا. شايف الحكمة؟ عموما دي لا دي انا شايف ان دي فيها وقار اكتر وتناسبني. شوفي بقى هتطبع منها كام نسخه وشيكي مع اشرف على القاعه اللي هتتحجز. طيب اوكي. طيب ما تتكلموش في حاجه لما اجي. ها طبعا. معلش يا استاذ انا عارف ان ده مش شغلي، بس انت ايه مكمل؟ انت ناوي على ايه؟ أنا أنت عارفني، لو الدنيا اتسدت قدامي ولقيت إن اللي وصلت له ده هو آخر المطاف أموت. لازم دايما يبقى في أمل في بكرة، لازم الواحد يكبر دايما باستمرار، ومفيش حاجة سهلة. أنا لو سبت القضية دي هضمن إن سامح السرفي مش هيوزع عليا حد ولا هيستخدم الحاجات اللي لها في الهاردات ضدي، بس أنا هفضل محلك سر. لحد إمتى بقى؟ الله أعلم. ما تقلقش، انا هشوف لك طريقه تستمر بيها في القضيه وفي نفس الوقت ما بقاش فيه خطوره عليك. طب وشيرين؟ مالها؟ الو، نقول مبروك يا باشا؟ مبروك على ايه؟ انت هتصيع عليا يا سامح؟ هصيع عليك في ايه بس؟ ما تفهميني. انا كنت مع ياسين امبارح على فكره لما الشقه اتسرقت والفلاشه اتاخدت منها. ايه الكلام ده؟ يا راجل انت عاوز تقولي ان انت مالكش يد في الموضوع ده؟ انا معرفش اي حاجه عن الموضوع ده، ازاي ده حصل؟ يعني حرامي دخل الشقه وسرق الفلاشه وانت مالكش دعوه. ازاي ازاي؟ سرق ايه؟ فلاشه؟ ده معنى كده ان الدليل بقى مع حد تاني انا معرفوش. ده ممكن يسيح والدنيا تبوظ. شيرين اقسم بالله العظيم
لو عرفت انك ليكي يد في الموضوع ده انا ما هرحمك. انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل معاكي ايه. هتلزقها لي؟ ما قلت لك بدل مره الف جيب الزفت الفلاشه دي وما جبتهاش. انا هقول لياسين على كل حاجه، واقسم بالله لو عرف ان في بينك وبينه اي حاجه وبتشتغلوني لحقتلك. طب انا صايع وانت عارفه، انت بقى مفيش، انت ضايعه. لا على فكره انا مش صايعه خالص، ورايحه على المكتب دلوقتي حالا. انت ايه ما روحتش تشوف شغلي خالص؟ مشغول شويه في قضيه الصرفي. قضيه ايه يا ابني؟ انت مش سلمتها الاسراء؟ لا ما انا بصراحه كنت بستهبل، عندي نسخه تانية. صحيح انا احتمال اكون لقيت دليل مهم قوي في القضيه. دليل؟ ايه الدليل بقى؟ لما اشوفك الاول يا صايعه. ماشي يا عم الحويط. يعني انت مش كنت قلت لي برضه يا تيسير ان انا يعني هقابل مامتك يعني وكده؟ ماما في اي وقت، خلينا نتفق النهارده لما اشوفك. ماشي اوكي. الو يا استاذ، عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. انت فين؟ انا والله يا استاذ ما نمتش من امبارح بسبب اللي حصل لك ده. قول لي، في حاجه مهمه اتسرقت؟ طبعا، بس لما تيجي هبقى اقول لك. طيب والسفرجي عامل ايه؟ الحمد لله، هو بس هيقعد في المستشفى كمان يوم عشان يتاكدوا ان مفيش نزيف يعني ولا حاجه. طيب هو انت بلغت البوليس؟ انا ما بلغتش البوليس لاني خلاص عرفت مين هو. مين؟ اما اشوفك بقى هبقى اقول لك. علي لا معلش، قول عشان يعني دينا عايزه تطمن. لا قولها، ما تقلقش، الموضوع اصله له علاقه بالقضيه بتاعت حبيبك الصرافي. طبعا انت بقى ما دام ما نمتش روح نام النهارده، ولما تجيني اقول لك هنعمل ايه. ماشي. معلش انا اصلي كنت بذبح فدمج عليا. مع حضرتك قلت لي من شويه. والله انا قلت لك؟ والله. طيب عموما انا هاخد القميص ده وهلبسه دلوقتي على طول. اتفضل.
علي. فين يا علي؟ حكاية طويلة أوي. وهتحكيها لي ولا هتألفها الأول؟ إيه اللي أنت بتقولي ده؟ إيه الحاجات دي؟ مش فاهم، هو في إيه؟ الحاجات دي اللي اتسرقت من عند بابي في البيت صح؟ قول لي يا علي ما تكذبش. يعني أنت متصورة مثلا إن أنا هروح أسرق أشياء باباكي؟ أنا ما أعرفش. أنا عن نفسي مش عارفة حاجة. علي أنا مش عايزة أبقى بضايقك ولا بتهمك اتهام غلط. إيه اللي جاب الحاجات دي هنا؟ ممكن يكون ده الدليل بتاع القضية اللي قلت لي عليها وأنت بعت حد يسرقها. صح يا علي؟ بس ليه؟ حد بيهددك؟ طب ما أنا حد هددني وخطفوا حبيبة. علي احكي لي يا علي، مش انت كنت دايما بتطلب مني انك تحكي لي؟ انا شريكة حياتك لازم ابقى عارفة، مش انت اللي دايما بتطلب مني ده؟ احكي لي يا علي بدل ما انا قاعدة مش فاهمة حاجة كده. انا ما نمتش من امبارح ولازم استريح. مش هتنام غير لما تحكي لي الحقيقة. مش هتفهمي. ليه يا علي غبية؟ مش هتصدقي. طب جر. انا مش عارف لو قلت لك ايه اللي ممكن يحصل. مش هيحصل حاجة، أنا هصدقك وهقف جنبك وهساعدك. علي أنا ما نمتش طول الليل. الموضوع مش بس الحاجات اللي اتسرقت من بيت بابي، كل اللي حصل لنا الفترة اللي فاتت ليه علاقة ببعضه. علي أنت شايل حمل كبير قوي ومحتاج اللي يشيل معاك، ما تشيلش فوق طاقتك. احكي لي، مش كل يوم هقعد مستنية المصيبة اللي هتحصل لنا. أنا كنت متصور إني ممكن أتصرف، كنت فاكر إن الحكاية سهلة، كنت فاكر نفسي ذكي قوي. هو استغل ده وما ادانيش أي فرصة. مين ده؟ الحكاية ابتدت بمسابقة. مسابقة في الراديو، جايزتها 100,000 جنيه، نفس المبلغ اللي كنت مزنوق فيه. كنتش فاكر أبدا إن ده فخ. ايه اللي انت بتقوله ده يا عادي؟ دينا ارجوكي سيبيني اكمل للاخر وبعد كده بفكري في كلامي براحتك، لان انا تعبان ولازم استريح. طيب كمل. انا اشتركت في مسابقه في الراديو وجاوبت صح، وبعدين في واحد كلمني من رقم مجهول وقال لي برافو يا علي انت كسبت 100,000 جنيه. رحت عشان استلم الجايزه لقيت نفسي في مكان غريب قوي، شقة في حتة مقطوعة في المقطع. فتحت لي الباب واحدة شكلها غلط وحاولت تسرقني وطلعت مسدس عشان تهددني بيه. حاولت أدافع عن نفسي ومسكت منها المسدس، طلعت منه رصاصة وجت فيها. تاني يوم جالي ظرف على البيت هنا، الظرف يا دينا اللي أنت جبتيهولي، كان في صور ليا مع الست دي، صور وأنا ماسك المسدس وصور وأنا بقتلها. يعني تقتلها؟ ما طلعتش ماتت، طلعت تمثيليه، حركه عشان يجيبوا رجلي، بس حركه صح، حركه مدروسه. الراجل ده كلمني تاني من نفس الرقم المجهول وهددني انه هيبهدلني وهيفضحني ويديني في 60 داهيه. اضطريت اسمع كلامه. كل اللي كنت بفكر فيه ساعتها بنتي وانت يا دينا. طلب مني حاجات، كنت كل ما بنفذ له طلب بيمسك عليا زله جديده، وبيطلب مني طلب اصعب وطلب ورا التاني، مبقتش عارف اعمل ايه. الراجل ده غريب جدا، عارف كل حاجه، زي ما يكون عايش معايا بالظبط، زي ما يكون ضلي. كان عارف اني مزنوق في 100,000 جنيه، وكان عارف ان اجابه المسابقه موجوده على البورد اللي في المكتب، وهو اللي حط السي دي في العربيه، السي دي اللي عليه المسابقة. ما هو مطلعش الراديو، وهو اللي جاي هنا البيت عشان يسرق، وهو اللي خطف حبيبة.
وهو اللي ضرب نار على ياسين، وهو اللي قتل منصور الشحات. علي شكلك تعبان قوي. علي اطلع نام شويه وهنكمل اللي احنا. يا دينا انا عارف انا بقول لك ايه، انا ما بخرفش، انا عارف كويس قوي. ده راجل غريب جدا، صدقيني احنا ممكن نكون متراقبين دلوقتي، ممكن يكون حاطط اجهزه مراقبه. اجهزه مراقبه؟ اه، ممكن يكون حاطط كاميرات، كاميرا هنا في المكتب مثلا، او في الصاله، او في اوضه. علي دينا البنت الشغاله اللي جت دي تجبتيها منين؟ علي عشان خاطري اطلع نام، اطلع نام شويه وهنكمل كلامنا. يا دينا صدقيني انا مش مجنون، ده عارف كل حاجه، زي ما يكون عايش معايا. ده خليني شكيت في كل اللي حواليا، انا مش فاهم مين اللي بيعمل كده، ياسين ولا شيرين ولا سامي ولا غاده ولا اسراء ولا ناديه؟ ده انا شكيت في امي. وانت يا دينا، بس انت لا يا دينا، انت بتحبيني طبعا. الوحيده اللي ما شكيتش فيها هي حبيبه. حبيبه لي؟ حبيبه يا دينا، حبيبه، حبيبه بنتي. انت دينا ما تستهبليش، انا مش مجنون. حبيبه فين يا دينا؟ حبيبه مين يا علي؟ حبيبه بنتنا. حبيبه، حبيبه، حبيبه انت فين؟ حبيبه انت فين يا حبيبه؟ علي انا ما بخلفش يا علي. واضح انك خدت حقنة مهدئة او حاجة زي كده. انا فعلا كنت في المستشفى، وممكن جدا تكون حاجة زي كده حصلت. يبقى تأثيرها اتأخر شوية. وانا كنت بهلوس ولا ايه؟ الحمد لله، الحمد لله. طب حد بس يفهمنا يا جماعة في ايه؟ هو بس انت كنت بتنام وتصحى وفي ناس جابوك هنا بعربة المستشفى. استاذ علي انا كنت عايز ادردش معاك شوية. في ايه؟ يعني مدام دينا كانت كلمتني، قالت لي انك قلت لها في حد بيكلمك في التليفون حاجه كده يعني. فحضرتك شايف ان انا مجنون؟ اطلاقا. المدام ومامتك عايزين يطمنوا عليك، وانا شايف ان انت زي الفل. طيب اتفضل تحت امرك. يعني انا من اللي شفته وسمعته من مدام انك حكيت مجموعه حكايات كده مش مترابطه، باستثناء قصه التليفون. قصة التليفون؟ طب ما قصة التليفون دي حقيقية وبتحصل فعلا. يعني في حد كلمك فعلا في التليفون؟ أيوه. وطلب منك تعمل حاجات غلط؟ أيوه حصل. زي إيه مثلا؟ يعني مثلا طلب مني إن أنا أوصل شنطة فيها مخدرات لناس مجرمين. وأنت فعلا عملت كده؟ اضطريت إني أعمل كده لأنه خلاني أتخيل إن أنا قتلت واحدة وصورني وبعت لي الصور دي، وهددني انه هيفضح. يا نهار اسود، انت عملت كده فعلا يا علي؟ دايما هنعرف كل حاجه دلوقتي. طب انت ما حكيتش الحكايات دي كلها ليه الاول لمدام دينا؟ يعني كنت فاكر الموضوع هيعدي بسرعه، وبصراحه خفت لما تصدقنيش ويحصل لي مشاكل. طب يعني هو كان يعني كان بيوصلك الشنطه ازاي؟ بيكلمك، بيقابلك، بتشوفه؟ لا انا عمري ما شفته. هو دايما بيكلمني في تليفون وبيقول لي اعمل ايه بالظبط، وانا بضطر اسمع كلامه. طلب منك حاجه تاني؟ حاجات كتير قوي، يعني مثلا حاجات ليها علاقه بشغلي. يعني ساعدك في حل قضيه مثلا؟ حصل. استاذ علي مش شايف ان الموضوع ده غريب شويه؟ ازاي حد يقدر يخترقك كده ويخفي هويته؟ في حد بيساعده مثلا؟ انا فعلا قدرت اوصل لواحد بيساعده، واحد بيشتغل معايا اسمه حسين عجوة. استاذ علي انت مش شايف ان موضوع التليفون ده على بعضه كده ممكن يكون وهم؟ لا مش ممكن.
في حد سمعك وانت بتكلمه في التليفون؟ لا ما حصلش. طب في حد من الناس اللي حواليك يعرف حاجه عنك زي اللي هو يعرفك؟ ما اقدرش اقول ان في حد عارف كل الحاجات دي، بس يعني في ناس كتير تعرف تفاصيل كتير قوي اللي هو عارفها عنك. والناس دول انت بتشك فيهم؟ اكيد. زي مدام دينا مثلا؟ انا مش مستريح للكلام ده. انت تقصد ايه يا دكتور؟ استاذ علي انت راجل محامي مثقف معروف، وكلنا معرضين لضغوط كبيره في الحياه ممكن تخلينا نتجنن. ها انت عايز تقول ان انا مجنون؟ اي حد فينا معرض انه يصاب بانفصام، وخصوصا اذا كان في تاريخ مرض للعيله. ده كلام فارغ وتخريف، وانا مش مجبر اساسا ان اسمعه. ده اول عرض من اعراض المرض، انك ما تعترفش بالمرض. يا سلام، يعني عشان اثبت لسعادتك ان انا مش مجنون لازم اقول ان انا مجنون؟ طب يا سيدي انا مجنون، قول لي انت بقى يا عائل، الحاجات اللي انا عملتها والاماكن اللي رحتها دي تفسيرها ايه؟ ممكن مرض زي ده يدفعك لارتكاب سلوك اجرامي، وبما انك محامي كبير وضميرك صاحي وقوي ممكن عقلك يخليك تخترع شخصيه زي دي بتامرك بارتكاب الجريمه، وبما انك مش قادر تقاومها او ترفضها ويحصل لك نوع من انواع التطهير والاستسلام. والله يا دكتور انا شايف ان طبيعه عملك هي اللي مخليك تفترض الافتراضات دي وتشوف كل الناس مجانين. طب قدم لي دليل واحد يثبت لي صحه اللي انت بتقوله. انا خلاص كنت هوصل له امبارح، كان بيني وبينه خطوه واحده بس، بس للاسف ضربني على دماغي وما فوتش غير في المستشفى. ولا دي كمان بتغالها؟ وبعدين حصل لك ايه في المستشفى؟ مش عارف، انا ما كنتش في وعي، بس يعني اكيد ادولي الحقنه اللي حضرتك بتتكلم عنها، وبعد كده خيطوا لي الجرح اللي في دماغي. مفيش جرح يا استاذ علي. استاذ علي انا بحاول اخاطب المنطق والعقل السليم اللي جواك، بحاول اساعدك عشان نوصل للحقيقه. كل الحاجات اللي انت عملتها والاماكن اللي انت زرتها بناء على طلب التليفون اللي بيجي لك ما تعرفش عنها اي حاجه، ومفيش حد كلمك عنها ولا في اي علاقه تربطك بيها. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا كنت هنا النهارده الصبح وكان في دكتور كشف عليا، هو ابيضاني كده وشعره خفيف وتقريبا كان لابس نظاره. هو ماله؟ انا بس كنت عايز اعرف هو اذا كان موجود ولا لا. طب هو كان موجود امتى؟ الساعه كام؟ حضرتك انت ما كنت موجود الساعه كام؟ الصبح بدري قوي. هو اكيد الصبح بدري قوي مش هتلاقي حد، لان احنا نبطشياته بتتغير. طيب معلش لو فيها رساله يعني، بس تقولي لي اسماء الدكاتره اللي في نبطشيه الصبح. ليه؟ اصل الدكتور ده كويس قوي وانا كنت عايز اشكره واخد منه روشتة عشان ما لحقتش. طب حضرتك كنت في قسم ايه؟ ممكن الطوارئ. دكتور. يا فندم. دكتور انا كنت هنا النهارده الصبح وحضرتك كشفت عليا. ايوه هو حضرتك كنت عندي النهارده الصبح فعلا، بس انا رجعت ما لقيتكش، انت رحت فين؟ معلش انا كنت مستعجل اصلي بس انا فاكر ان انا كنت متعور وبنزل. لا لا ابدا، هو حضرتك تقريبا خدت ضربه جامده جدا على راسك فوقعت في حته فيها دم في الشارع، عشان لما جيت ما كانش في اي اثر للجرح. الحته دي ممكن تبقى قدام جزار. بالظبط ممكن، بس على فكره لازم تفضل في المستشفى 24 ساعه علشان لو في نزيف او اي حاجه لا قدر الله. لا دكتور الحمد لله انا كويس قوي، والله مش عارف اشكرك ازاي. تمام، بس هو في بس شويه اوراق لازم تمدن عليها علشان حضرتك مشيت من غير ما ناخد بياناتك، وكمان ما دفعتش المصاريف اللي عليك. انا تحت امرك مفيش اي مشكله، بس انا عايز اسال حضرتك على حاجه برضه. اتفضل. هو انا ينفع الورق اللي همضي عليه ده اخد منه نسخه؟ طبعا، تعال اتفضل معايا. تعال اتفضل.
فين ماما؟ روحت، انت رحت فين؟ انا كان عندي مشوار مهم قوي، كنت عايز اثبت لنفسي اني مش مجنون. يعني ما تكبرش الموضوع، دكتور اسماعيل قال ان الموضوع بسيط وانه شويه ارهاق ومع الوقت والدواء الموضوع هيبقى احسن. دواء؟ طب بلاش، تحب نروح لدكتور تاني غير اللي رحنا له؟ الورد ده يثبت ان انا فعلا كنت امبارح في مستشفى الزيتون، وانا مش جايبهولك عشان اقنعك لان اساسا ما يفرقش معايا، بالعكس انا كنت اتمنى ان اطلع بتخيل او بيتهيألي لان ساعتها كنت هستريح، انما الحقيقه بقى ان كل اللي قلته حصل فعلا، وربنا وحده اللي عالم ما يخلص عليا. طب ايه رايك نسافر؟ تيجي نروح مرسى علم؟ ما ينفعش اسافر في اي حته غير لما اخلص المشكله دي الاول. يعني ما انت لما تبعد عن التوتر اللي انت عايش فيه ده هتبقى احسن. يا بنتي انا مش مجنون، انا كل اللي قلته لك ده حصل بجد. ده في حاجه كمان انت ما تعرفيهاش، لو قلتها لك هتدخليني سرايا الصفر. مش خاطري يا علي، تعالى نسافر، ولو على بابي انا هكلمه في التليفون واقول له انك لازم تسافر وهو مش هيقول لا برضو. سبحان الله، الواحد فعلا ما ينفعش يقول حاجه لمراته. ده انا لما حكيت لماهر صدقني وقعد يحاول يحل معايا، ولما حاولت بس افضفضلك فضحتيني وديتيني المستشفى. يا علي ماهر مش عايش معاك ولا يعرف اللي انا عارفاه. اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ ان انت بقالك فتره مش طبيعي وتصرفاتك غريبه وما بتاكلش وعصبي، ده انت حتى وانت نايم يا علي بتقعد تزعق وتقول كلام غريب. انا متاكده ان في حاجه مش طبيعيه. مجنون انا؟ علي انت سألت حبيبة عن الراجل اللي خطفها وجابها هنا صح؟ اه حصل. وهي وريتك الرسمة اللي رسمها له صح؟ ايوه وريتني رسمة هي كانت رسمها للراجل ده. بيتهيألي هي دي الرسمة ولا ده؟ ولا ده؟ عارف ده مين يا علي؟ ده انت؟ دي الطريقة اللي حبيبة بترسمك انت بيها. ماشي يا دينا، أنا فعلا غلطان، سيبيني أنام النهارده واستريح وأوعدك إن بكره هسمعك الكلام اللي أنت عايزة تسمعيه. مش كده؟ هو انا اللي خليت حماده ينقلك المستشفى، ما خلصنيش اسيبك مرمي على الارض في وسط الشارع، مع انك تستاهل يا علي. وانا مطلوب مني ايه بقى ان شاء الله؟ تعمل كل ده وانا اسيبك وافضل ساكت؟ بالظبط، وانت عارف كل مره بتخالف فيها الاتفاق اللي بينا بيحصل ايه؟ اه بس انت المره دي كنت قريب مني قوي، ده انا بس لو كنت لفيت كنت هشوفك وعارف انت مين. لو ده حصل هتعرف انا كنت بحاول امنعك ليه. الحقيقة مش دايما حلوة يا علي، ساعات يبقى احسن لنا اننا ما نشوفهاش ولا نعرفها، وساعات بيبقى احسن لنا نفضل عايشين في اوهام عشان نكمل ونستحمل، وساعات بنتعمد اننا نعمل كده. اللي حصل المرة دي عدى على خير، بس اوعدك بعد اول
أول مرة جاية حتعمل حاجة ما اتفقناش عليها، هتفضل ندمان العمر كله يا علي. سلام.